كتصمايل واحد الفكره اللي ديال الشباب البيضاوي اللي الهدف ديالها هو ادخال البهجه والسرور في القلوب ديال الناس ديال الدار البيضاء. بكل بساطه كنفرقوا الحلويات وبعض يعني بعض الحلويات وبعض الورود على الماره، والهدف جد بسيط جدا هو التقاء مجموعه من الشباب اللي كيكونوا ناشطين على المستوى العالم الافتراضي وكنخرجوا من العالم الحقيقي باش انهم كيديروا هذه المبادرات هذه من هذا النوع. هذا النسخه هذه هي النسخه الخامسه من كازا سمايل، الحمد لله داز ناجحه كما المواسم السابقه. وفي هذه المناسبه كنحب ننوه بجميع الشباب اللي شاركوا معنا في هذه المبادره هذه. الفكره تاع النشاط مباشقة من انه اذا كانت شي حيره صغيره غادي تقلق شي انسان وغادي ترجع مثلا غيدوز نهار تاعو كحل، ممكن حتى شي حيره صغيره ممكن تضحكو وتنشر الابتسامه والبهجه في الوجه ديالو، عباره عن بالونه او لا شوكولاته او لا غير فانيده صغيره ولا غير ابتسامه، ولا ممكن تعنق شي واحد وتضحك معاه وكي تخلي النهار ديالو كامل مزيان. بالنسبه للمبادره ديال الدار البيضاء تبتسم، هي واحد المبادره اللي هي في الدوره الخامسه ديالها دابا. مبادره كتهدف لانه نشروا الابتسامه في مدينه ديال الدار البيضاء. كنديروا واحد المسار محدد كل سنه، هذه السنه درنا ابتداء من مارينا الدار البيضاء باتجاه مسجد الحسن الثاني. كنفرقوا على الناس الفانيد والبالونات ورسائل فيهم انه خصهم يبتسموا باش نخرجوا من الضغط ديال الدار البيضاء. صراحة مبادرة زوينة بزاف، أنا أول مرة غادي نحضر وعجبتني الفكرة، عجبني كيفاش تفاعلوا الناس معاها، كيفاش عائلات جالسين، ديك المرة كتفرح بديك الوريدة اللي كتجيها، الدراري الصغار كيجريو عند النفاخات، كل شيء فرحان، كتكون جالس حتى كيجي شي واحد ما كتعرفوش كيعطيك يا إما وردة يا إما نفاخة لدري صغير كيفرح بها. واحد السيكريتي هو فرحان قال لهم غادي ندخل اليوم ولادي غادي يعنقوني حيت زعما غيدخل اليوم دوك النفاخات ويدخل المدام بوريضة، يعني شي حوايج اللي كيفرحوا كيخرجوك من ستريس. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.